الآن سننطلق مع أمر لواء 54 من الفرقة أساسة في هذا المكان قبل الانطلاق إلى أطراف بغداد وإلى منطقة أبو غريب والعامرية وغيرها من المناطق الأخرى. سنأخذ تهنئة من العقيد الركن فراس. كل عام وأنتم بخير سيادة العقيد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بخير والشعب العراقي ألف ألف خير. ينعاد على الجميع بالخير والصحة والأمان والانتصار على الإرهاب إن شاء الله. إن شاء الله. سيادة العقيد خلينا نتحدث عن أجواء العيد. ربما الكل يترك أهله ويأتي لهذا المكان من أجل الحفاظ على سلامة المواطن العراقي. أنتم تخوضون المعارك وتتركون كل شيء، وحتى فرحة العيد مع الأهل ربما تفتقدونها بسبب الحفاظ على المواطن العراقي. نعم، انطلاقا مع عياد عيد الفطر المبارك تم تنفيذ خطة أمنية معدة من قبل قيادة عمليات بغداد، الغاية من أداء تأمين الحماية للمواطنين في مركز العاصمة بغداد وتأمين الحماية للمناطق الترفيهية والأماكن السياحية. الكل اليوم متواجدين آمرين وضباط ومراتب لتنفيذ هذه الخطة وبإشراف ميداني من السيد قائد عمليات بغداد والسيد قائد الفرقة السادسة. نفس الوقت تزامن أيضا هناك عمليات عسكرية في عديد من القواطع العسكرية في محافظة الأنبار، في مركز الفلوجة، في ناحية القرمة تحديدا انطلاق عمليات عسكرية تزامن مع بداية عيد الفطر المبارك. نتحدث عن أجواء الشباب اليوم. الأبطال في كل مكان نراهم، يعني يفتقدون إلى أهلهم في هذه المناسبة وفي هذا العيد الفطر. حكم أكو ظروف استثنائية وأكو حالة أمنية تتطلب تواجد الجميع. المقاتل العراقي اليوم العديد من السنوات يشارك بهذه الواجبات بدافع أنه الحفاظ على أمن وسلامة المواطن، الحفاظ على بلده، الحفاظ على العاصمة الحبيبة بغداد. فكل مقاتلين تقلموا على هذا الوضع ويشاركون مواطنين أعيادهم وفرحتهم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، مثل ما تشاهدون يعني في هذا المكان الأجواء جميلة والعائلات العراقية تتوجه في كل مكان لتغيير الجو ولتبادل الأعياد والتهاني في عيد الفطر المبارك. أكيد دور كبير لأبناء الجيش العراقي وأبناء الحشد الشعبي. سننطلق إلى مناطق أخرى لنتعرف أكثر عن دور الجيش وتواجد الجيش وما هو عملهم في كل مكان يقفون من أجل سلامة المواطن العراقي في هذه الأيام الجميلة والمباركة. السلام عليكم سيادة النقيب. خلينا نتحدث عن هذا العيد. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير إن شاء الله. الشعب العراقي العظيم بألف خير إن شاء الله. أنت في برنامج أنتم عيدنا، هذا البرنامج هو أنتم عيدنا لأبناء الجيش العراقي وأبناء الحشد الشعبي. شو تقول للعراقيين بهذا اليوم؟ أقول كل عام وانتم بخير، وأبناء الشعب العراقي بألف خير، أبناء القوات الأمنية وأبناء الحشد الشعبي. نعم. بألف خير إن شاء الله. أن تفتقد الأهلك؟ أكيد. أكيد طبعا، أحب أوجه لهم من قناتكم الموقرة أقول كل عام أنتم بألف خير، وإلى القادة والمراجعي أقول كل عام أنتم بألف خير إن شاء الله، وإن شاء الله العراق منصور إن شاء الله. أنت متزوج؟ لا بعد. بعدك؟ نعم. لحد الآن؟ نعم. زين، خبروك ولد أخوك ولد أختك يريدون عيدية؟ أكيد أكيد. احنا واقفين هنا ان شاء الله مهمة هنا ان شاء الله. زين، واقفين احنا هنا بعملنا بحماية هالناس هاي وابناء الشعب العراقي ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. سيادة العقيد يعني ربما هو موقف يكون جميل، اشتياق لاطفالك لاهلك، يعني تشتاق لايام ان تطلع عيدية العام الماضي او العيد الماضي، عيدية لابنك او لاطفال اخوانك او لاخواتك. أكيد يعني إحنا التقاليد يعني اللي شفناها ببلدنا هذه طبعاً مناسبة، هاي الأمور هي تقوي الأواصر الأسرية والعلاقات اللي تقريباً يختص بها الشعب العراقي عن باقي الشعوب. بس أنا بحكم عملنا وتواجدنا يعني تأمين الحماية للمواطنين، اعتيادي هذا الواجب هو اسمه وأرقى من باقي الواجبات اللي هي تكون محدودة على مستوى العائلة بس. إن شاء الله نتمنى على الأعياد الجاية يكون انتصار كامل على الإرهاب ونتمتع إن شاء الله ومارس حياتنا. طلب من الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الأبطال اللي يقفون في هذا المكان. شكرا لك سيادة العقيد. مثل ما شاهدوا مشاهدينا الكرام، أكيد الأبطال موجودين في هذا المكان، راح نأخذ لقاءات وياهم وراح نعايدهم وراح نشوف شنية أمنياتهم في عيد الفطر الموجود الشعبي. مثل ما تشاهدون شوارع بغداد وشوارع أطراف بغداد ممتلئة بأبناء الجيش العراقي من أجل الحفاظ
على سلامة المواطن العراقي. خليكم ويانا، راح نتجول في مناطق مختلفة اللي يقف الجندي العراقي 8 أو 9 ساعات من أجل الحفاظ على أخيه المواطن العراقي. كل عام وانت بخير. وانت بخير إن شاء الله، صحة وسلامة العراقيين جميعا إن شاء الله. وعجي إن شاء الله. سيادة العقيد، خلينا نتحدث عن هذا البطل اللي هو في متر أو مترتين في هذا المكان يقف متحمس ليتصدى كل ما يريد أي يخرب أو يزرع فتنة أو تفرقة أو مشكلة في هذا المكان. كيف تثمن دور هذا الجندي المدني؟ حقيقة اليوم يعني كافة القطاعات الأمنية بما فيها منتسبي اللواء 54 يبذلون جهود استثنائية حتى أوقات الدوام أوقات الواجبات الضعفت بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة، بس الحمد لله هاي الواجبات انعكست على استقرار الوضع الأمني داخل العاصمة بغداد وعلى إسناد قواطع العمليات اللي حاليا جارية بها معارك ضد تنظيمات داعش. فأكيد نكون لهم كل الحب والاحترام والتقدير لهاي جهودهم، وهذا هو من صميم عملنا يعني واجباتنا هذه. بعيد الفطر شو تقول لهذا البطل؟ أول شيء نقدم للتهنة بمناسبة عيد الفطر المبارك، نتمني لجميع مقاتلين ضباط ومراتب النجاح والازدهار والتألق الدائم والانتصار إن شاء الله الناجز على تنظيمات داعش.